الكتاب هو عرض تجربة وثائق بنما التحقيق الدولي اللي شارك فيه عدد كبير جدا من الصحفيين، قرابة 400 صحفي من أكثر من 90 دولة. هو بيوثق هذه التجربة بالنسخة العربية منه، هي مختلفة بشكل كبير عن النسخة اللي طلعت بعدة لغات. في جزء مخصص عن تجربة الشرق الأوسط أو القصص المرتبطة بملوك وأمراء ورؤساء في الشرق الأوسط، مع بعض التفاصيل اللي بتكشف لأول مرة وبعض القصص التي لم تنشر بيتم تضمينها في هذا الكتاب. نيجي نحط التوقيت للنشر، لازم موضوعات كلها تنشر في كل مكان في العالم في نفس التوقيت. ده ميزة نزعم ان احنا اخترعناها او اضفناها، ان حجم التأثير اللي بيطلع الامبارجو او ضربة رجل واحد هو ده اللي بيحميه. انما انت لو نشرت النهاردة واحد تاني نشر بكره في الهند واحد بعده في زامبيا كذا، خلاص الموضوع بيكون فاتر الى حد ما. التحقيق الاخير هو كان وثائق بارادايس، وده اتنشر في بداية نوفمبر، وكان التأثير بتاعه كبير بشكل واضح في أوروبا وكما هي العادة في الغرب كله وفي آسيا، ولكن برضو في منطقة الشرق الأوسط كان التأثير الأكبر طاغي لعملية الاعتقالات اللي تمت في السعودية بزعم محاسبة الفاسدين أو المتربحين من قضايا فساد. ولكن عدد كبير من هؤلاء الأمراء المذكورين في السعودية هم تم ذكرهم في وثائق بنما وفي بارادايس، وهم إلى حد كبير متورطين في هذه القضايا، ونشرنا ما يثبت ذلك.